قال خلا اليوم أنا معزوم مع فلان فلاني كبير القوم، وأنا معزوم، هذاك تبتهج القلوب وتنشرح، وهناك تصوير، وهناك بيقال فلان جلس مع فلان، إيش فلان ومن فلان، إيش فلان ومن فلان. قال أحد السياسيين بمصطلح اليوم، في زمن غابر بعيد أيام الدولة العباسية، قال أحد السياسيين لأحد العارفين، قال له: هل تعرفني؟ أنت ما تعرفني؟ لازم تهتز أنت أنا إذا وقفت أمامك، ألا تعرفني؟ لابد أن يرى أن أرى أثر معرفتك، يا تنحني يا تسجد يا تخطب يا تخطب شواربك، يا لابد أن أرى الأثر هذا. ما تعرفني؟ قال: أعرفك، أعرفك جيدا، أصلك نطفة قذرة، وآخرك جيفة نتنة أو قذرة، وأنت ما بينهما تحمل في بطنك العذرة. هذه أنت، هذه حقيقتك. هل ايش تكبر؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. تعالي وتكبر على خلق الله سبحانه وتعالى. انت ما تعرفني، كيف تمشي قدامي؟ انت ما تعرفني، كيف تتقدمني تجلس قدامي؟ ما تعرفني، كيف تتجاوزني؟ ما تعرفني، كيف هذا؟ ما تعرف انت اصلا هذا المدخل ما حد يدخل منه غيري انا؟ ما شيء هذا كثير منه؟ أليست هذه قلوب مريضة؟ هذه قلوب عباد أو عبيد سخرت لخدمة مولاها؟ ولا قلوب سخرت لخدمة أصحابها؟ قلوب سخرت لخدمة أصحابها. أنا شيخ، أنا شيخ القبيلة، أنا زعيم المنطقة، أنا كذا، لا تقربني، أنا أتقصوبي أبدا. والله سبحانه وتعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما حد قال لك تزوجه، ما حد قال لك تسكنه في بيتك، ما حد قال لك تجلس معه كل يوم، لكن لا تتعالى على خلق الله سبحانه وتعالى. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، خصيم لله، خصومة مباشرة، محارب لله في دينه وشرعه ومنهجه، أو مخاصم لخلق الله والناس.